تحية نضالية للمرأة المغربية، 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 تحية نضالية للمرأة المغربية. وقفة اليوم تأتي في إطار التنديد بالأحكام الجائرة التي طالت الصحفية هاجر ريسوني ومن معها. وقفة اليوم تأتي بالتنديد بعدم استقلالية القضاء والعودة إلى قضاء التعليمات. مطلبنا كحركة حقوقية واضحة الإطلاق الفوري للصحفية هاجر ريسوني ومن معها، وإعادة النظر في القانون الجنائي ليسير المستجدات. الحرية الفورية هذه وقفة تضامنية مع الصحفية هاجر ريسوني وكل المعتقلين معها في نفس القضية. هذه فرصة أولا للتضامن مع كل صحفيين، لأنه ما وقع لهاجر يقع يمكن أن يقع لكل صحفي، ووقع لصحفيين آخرين وهم في السجن الآن. وأيضا هذه مناسبة للمطالبة بإطلاق سراح الصحفية هاجر ريسوني ومن معها، لأن المحاكمة التي تعرضت لها هي محاكمة تعسفية، محاكمة لم تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة، لم تثبت أي تهمة من تهم الموجهة إليها والتي حكمت بها. وأيضا نعتبر أن ما تعرضت له هاجر خلال الحراسة النظرية هو بمثابة تعذيب تحضره الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التعذيب والتي صادق عليها المغرب، وبالتالي هذه أفعال جرمية نطالب بالتحقيق فيها ومعاقبة من تورط فيها. وكذلك هذه فرصة للتعبير على أننا نرفض تسخير القضاء في صفات حسابات سياسية، لأن القضية قضية سياسية، والأهداف لهذه المحاكمة هو إسكات الأقلام الحرة وتضييق على الصحافة الحرة وأيضا التضييق على كل المعارضين. نطالب ونناضل من أجل قوانين عادلة، من أجل قضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات، وليس قضاء التعليمات الذي يستخدم ويستعمل لتصفية حسابات سياسية.